متابعي في الجول، اهلا بيكم في حوار جديد. ونجمنا النهارده احد النجوم التاريخيين للنادي الاهلي والمدير الفني السابق للنادي الاهلي والمدرب المساعد الكابتن جوهري في الجيل الذهبي اللي صعد لكاس العالم 90. مشرفنا ومنورنا النجم الكابتن فتحي مبروك. مشرفنا كابتن فتحي، اهلا بيك. اهلا بيك، وطبعا انا سعيد اني معاك وسعيد طبعا بموقع في الجول. ان شاء الله كده نعمل حلقه تسعد الجماهير ان شاء الله. ان شاء الله يعني. طبعا احنا داخلين ايام تفصلنا عن كاس العالم، ما ينفعش يكون الكابتن فتحي مبروك موجود وما نسالوش ونرجع بالذكريات لكاس العالم 90. ذكرى محدش ينساها ابدا بكل تفاصيلها كبيره وصغيره. 56 سنه مصر ما صعدتش كاس العالم. الجهاز الفني بقياده الكابتن الجوهري ومع الكابتن فتحي مبروك، ايه الاستعداد وازاي هيئوا الجيل ده ان احنا ممكن نوصل لكاس العالم؟ والله بص، يمكن لو اتكلمت قبل كاس العالم يمكن كان عندنا ماتشين في منتهى الاهميه، ماتشين الجزائر، ماتش العودة اللي كان في القاهرة يمكن كان فيه 130 ألف متفرج، وده اللي كان يوصل لكأس العالم إيطاليا 90. وكانت الجماهير قبل المباراة بيومين، كنا يمكن في دار الدفاع الجوي في مدينة نصر، وكانت الجماهير يعني بتؤازر منتخب مصر للساعة 2-3 بالليل. ممكن الجماهير تلاقيها بتشجع منتخب مصر وتهتف مصر وإعلام مصر، فكان الجماهير عندها طموح كبير جدا جدا جدا. اللعيبة كان عندها طموح، الجهاز الفني كان عنده طموح في الوصول لكأس العالم إيطاليا 90. ودي كانت حاجات جميلة جدا، حاجات إيجابية يمكن ساعدتنا في إن إحنا حتى نازلين الملعب في مرحلة التسخين الجماهير كلها بتحمل أعلام مصر. وكانت حاجة يعني أنا كنت يمكن من الحاجات الجميلة جدا جدا المشهد اللي أنا شفته 130 ألف 140 ألف متفرج في استاد القاهرة في هذا اليوم. لكن إحنا رجعنا في بداية التصفيات، هل الجهاز الفني كان عنده امر ان الجيل ده من اللاعبين قادر ان هو يصعد لكاس العالم، وخصوصا لما دوسنا في التصفيات بعد كده وقعتنا القرعه في واحد من اصعب اجيال الجزائر التاريخيه؟ بنتكلم في رابح ماجر، الاخضر بلومي. فلما بنتكلم، هل من بدايه التصفيات حضرتك والكابتن جوهري كان عندك امر ان الجيل ده ممكن يحقق لو توصل لكاس العالم؟ والله الحمد لله احنا خدنا التصفيات كويس جدا جدا، وزي ما قلت لك احنا الفتره فعلا اللي كانت فيها قلق بالنسبه لنا مباراتين الجزائر. مباراة الجزائر حتى هناك يمكن في الاستعداد لمباراة الجزائر يمكن كان عندنا اللعيبة عندها طموح جدا للوصول لكأس العالم، الوصول أيضا وتسعد الجماهير المصرية. يمكن كان عندنا أمل كبير، رحنا الجزائر كان في صمت كبير جدا من اللعيبة، كان في معيشة مش عايز أقول لك في منتهى الصعوبة، لدرجة إن إحنا يمكن أنا في التلفزيون الجزائري يمكن حتى كلمت وناس زعلت مني. أنا قلت أنا حاسس إن أنا رايح حرب، مش رايح كرة قدم، مش رايح مباراة كرة القدم، لان طبعا الجو كان هناك مفيش اي حد بيتحرك، مفيش الفندق اللي احنا كنا نازلين فيه عربيات شرطه تحت، ما كانش حد بيخرج مننا خالص بره الاوتيل، فكانت الامور كلها بس احنا عملنا ماتش قوي جدا، احنا كان ممكن نرجع بمكسب. دي المؤهلات زي ما قلت لك بقى. يوم المباراه كانت الجماهير طبعا ماليه، الجماهير الجزائريه ماليه الاستاد، وكان عندنا دوافع عاليه جدا جدا، وكان الجو مطر انا فاكر كويس جدا في هذا اليوم. والمنتخب عمل لقاء هايل. يمكن الجماهير الجزائرية نفسها احترمت المنتخب المصري وشجعت المنتخب المصري، وده كان تقدير من الجماهير الجزائرية لمنتخب مصر في هذا اليوم. اتحقق الحلم وصعدنا لكأس العالم. تم قرار كابتن جوهري طبعا كان ليه اليد العليا فيه، إلغاء الدوري المصري ولعبنا 13 مباراة. هل الوضع كان يعني يستحق كل ده؟ وهل مثلا هل هو الموضوع ان احنا كان منتخب رايح هينافس او مثلا هو ادوار يعني تقدم في الادوار في كاس العالم؟ لا، هي برضه خلي بالك يمكن اهميه وصول لكاس العالم ادت فعلا مبرر الكابتن محمود الجوري يلغي الدوري. ادت الكابتن محمود الجوري يعمل برنامج رحمه الله عليه، يعمل برنامج كويس جدا من 13 مباراه دوليه زي ما حضرتك قلت، لان ده استعداد لكاس العالم. لان ما عرفنا حتى المجموعه ان فيها هولندا وانجلترا وايرلندا، لا فرق قويه جدا كانت تستحق فعلا ان احنا نعيش في معسكر، والمعسكر معسكرات طويله سواء في الدفاع الجوي او معسكرات طويله خارج مصر في المباريات اللي احنا عملناها 13 مباراه دوليه. فكانت كل هذه الامور يعني بتحطم علينا فعلا. يمكن الكابتن محمود الجوري خد هذا القرار بالغاء الدوري لان اللعيبه كانت عايزه تركيز اكتر في المنتخب المصري. القرعه زي ما وقعتنا في التصفيات مع منتخب صعب زي الجزائر، وقعتنا في كاس العالم مع الجيل التاريخي الهولندا وانجلترا وايرلندا، بنلعب منتخب فيه رونالد كومان وريكارد وخالد والجول كيبر. هل يعني حضرتك كان التحضير لمجموعه زي دي كان يعني تحضير مختلف من قبل الكابتن جوهري ان يعني يا جماعه ما تخافوش احنا ممكن نعمل حاجه مع الناس دي؟
لا هو طبعا المجموعه كانت صعبه جدا بالنسبه لنا. المجموعه يمكن كان لو تلاحظ زمان كان في مرحله توقعات كده، كانت الناس كلها توقعت ان منتخب هولندا ممكن يكسب منتخب مصر 6-0 و7-0 وكلام من ده، ولكن احنا هيئنا اللعيبه بدنيا وفنيا ونفسيا ان احنا ممكن نعمل مباراه كويسه جدا مع هولندا، لان هولندا اسلوب لعبهم بيلعبوا كوره زينا، فالامور كلها كانت اصبحت الموقف خطر، يعني موقف خطر والموقف صعب جدا ان انت بتلعب زي ما قلت النجوم العالميين دول، وكانوا واخدين بطوله الامم الاوروبيه قبلها بسنتين، فالامور كلها اصبحت بالنسبه لنا كانت صعبه جدا. ولكن تركيز اللعيبه وتصميم اللعيبه والجهاز الفني اللي عمل لهم التشكيل وعمل الاسلوب اللعب اللي احنا نلعب بيه يمكن ادى ارتياح للمنتخب وقدرنا نتعادل هذه المباراه. معسكر باليربو، انا كمان مره سمعت الكابتن حسام حسن بيقول احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا نروح ايطاليا نقعد في فندق 5 ستارز والكلام ده كله، لقينا الكابتن جوهر يوم فاجئنا بمكان كلنا اتفاجئنا بيه، اتصدمنا ده اصلا في اوروبا اصلا. اجواء المعسكر كانت ايه يا كابتن فكره؟ لا بص احنا بعتنا يمكن الكابتن سمير عدلي كالمدير الاداري يمكن بعت قبلها باسبوع تقريبا بيشوف الاوتيل، وهو جه الكابتن محمود الجوهري، واحنا كجهاز كنا نحب دايما نعيش في عيشه او اللعيبه تعيش في عيشه دايما فيها تركيز اكتر، ما يبقاش فيها لكش وفيها لا ورفاهيه فيها مزرعه، احنا دايما بحب ان احنا نعيش في جو كره القدم. فالاوتيل اللي كان في باليرمو فعلا كان مناسب جدا جدا لمنتخب مصر، عشان كده يمكن رحبنا بيه، وكابتن سمير جه نقل صوره كويسه عن الاوتيل واللي فيه ارتياحيه، ما فيش لكش، ما فيش يعني الامور كلها تدي ان انت فعلا لازم تبقى مركز في هذه المباريات. كابتن حضرتك طباعك كمدرب معروف عنك تجمع بين الهدوء والصرامه والجديه، والكابتن جوهري برضه كان في شكل من الصرامه، هل كان في مثلا حصل خلافات ما بينك وبينه مثلا بما انك حضرتك كنت مدرب مساعد فممكن يرجع لوجهه نظرك، هل مثلا كان التعامل مع الكابتن جوهري صعب ولا كان سلس جدا؟ لا جدا، يعني كان اولا الكابتن جوهري رحمه الله عليه كان بيحبني جدا جدا، كان بيثق في كلامي كويس جدا، اذا كان هناك اختلاف بناخد راي بعض يمكن في حاجات كتير او اختلفنا فيها، ولكن كنا بناخد راي بعض، هو يمكن لوجهه نظر ممكن تكون افيد مني كتير، يعني حتى لما جينا في نادي لوبليز بنختار تشكيل منتخب مصر اللي مسافر ايطاليا يمكن كان في ليه وجهه نظر في بعض اللعيبه، ويستحق كل تقدير ان فعلا قال لك اللعيبه دي مصابه بس اللعيبه دي معنويا لازم تطلع مع منتخب مصر. فالحمد لله يمكن الامور بالنسبه لي انا والكابتن جوهري في اي نقاش في اي شيء من مصلحه المنتخب كانت الحمد لله يعني في طبعا. بما ان حضرتك كمان جبت سيره اللعيبه، القائمه النهائيه لكاس العالم اكيد طبعا قبلها بفتره كان شغل شاغل للجهاز الفني والشارع كمان عايز اعرف مين اللي مسافر، كان في بعض الاقاويل بتقول ان حضرتك كان ليك دور في تواجد الكابتن اسامه عرابي، المنتخب يعني كان ما كانش محظوظ ان قبل البطوله طبعا اتصاب الكابتن هشام عبد الرسول والكابتن اشرف قاسم، كابتن طاهر ابو زيد كان في خلافات هل هيكون موجود او مش هيكون موجود، حضرتك ممكن تحسم لنا الموضوع ده دلوقتي بعد السنين؟ لا نحسمه طبعا، لان زي ما قلت لك الكابتن جوهري كان ليه وجهه نظر بعيده جدا فعلا، يمكن الكابتن اشرف قاسم، علاء ميوب، كابتن طاهر ابو زيد من اللعيبه اللي كانت مصابه، اللعيبه مصابه وهو قال لا لازم دول يطلعوا معنويا حتى يبقوا مع الفرقه، دي حاجه كويسه جدا. موضوع طبعا اسامه عرابي، يمكن اسامه من اللعيبه اللي كانت بتجيد في النادي الاهلي، بيجيد في مراكز مختلفه، يعني اسامه ممكن في وسط ملعب، ممكن يلعب في الظهير الايسر، فيمكن برضو من ضمن الحاجات اللي انا كنت ليه اختيارات فيها اسامه عرابي، يعني اسامه عرابي برضو من اللعيبه الكويسه وملتزم، يقدر يلعب في وسط الملعب، يقدر يلعب في مركز زي الايسر يعني. هل حضرتك شايف كان في لاعب ظلم كان يستحق انه يكون موجود في القائمه النهائيه لكاس عام 90 وما او يعني ظروف ما ساعدتوش؟ لا والله بص الحمد لله، يمكن زي ما قلت لك احنا كنا بنتابع كل مباريات الدوري، وانا كنت بتابع في الاستاد وبتابع وبعمل تقارير في الكابتن جوهري، ولكن زي ما قلت لك احنا دايما كل شغلنا بنعمل بلانين، كل موجود في مركز بيبقى فيه 2 و3، وكل الامور يمكن كان فيها استقرار بالنسبه لل، مفيش حد بره تقدر تقول ان هو ممكن يبقى مظلوم او لا، يمكن حتى رحمه الله عليه كابتن ثابت البطل من الناس اللي انا قلت عليها برضه، من الناس اللي انا قلت عليها كابتن حازم كرم والكابتن محمود الجوري، ان ثابت ممكن يبقى معانا حتى لو في ايمن طاهر يا احمد شوبير، ولكن ثابت البطل ممكن يبقى معانا في الحارس مرمى ثالث، وثابت عنده هدوء ما فيش مشاكل هتحصل. نرجع لماتش هولندا، احنا الجول دخل فينا في الدقيقه 58، هل حضرتك يعني الكابتن جوهري حسيته بقى ان الموضوع بقى هيبوخ ونخش في جول واتنين، خصوصا ان احنا كنا مضيعين فرص وكان ممكن يعني احنا اللي احنا نجيب جول واتنين، وقلت بقى خلاص بقى واللعيبه دي هتنهار قدام اللعيبه دي، خلاص بقى لما يكون خالد وريكارد في الفورمه وبتاع فاكيد هينهار، ولا كنت حاسس ان ممكن تحصل حاجه؟ لا والله ما بص انا اكلمك بصراحه، يعني حتى زي ما قلت لك اللعيبه كانت في مرحله التسخين كان فيها قلق، انا قلت لهم ما تقلقوش هنعمل ماتش كويس،
حتى يعني بداية المباراة احنا عملنا طبع كويس، احنا في استحواذ في نقل زي ما قلت لك، اسلوب هولندا كان مناسب جدا لينا احنا دفاعيا، يمكن برضو دفاعيا كنا كويسين جدا، كويسين جدا في الناحية الدفاعية. لو جول جه في الدقيقة 58 ما كانش فيه قلق بالنسبة لنا، يعني احنا ضيعنا فرص، يعني ضيعنا فرص فعلا. مجدي طولب يمكن لو تفتكر ضيع فرصة، ولكن الحمد لله الاداء بتاعنا كان مبشر ان احنا حتى لو نتيجة 3-1-0 مش هبقى زي التوقعات 7-8 والكلام ده. اكيد ركله الجزاء الشهيره للكابتن مجدي عبد الغني، ده لازم تحسم لنا الموضوع ده دلوقتي. هل كان في حد مرشح للتسديد غير الكابتن مجدي ولا هو كان رقم واحد؟ لا احنا دايما كنا بنحط رقم واحد واثنين وثلاثه، كان في الكابتن مجدي عبد الغني طبعا رقم واحد، وهو ضربه الجزاء يعني جه خلاص، هو النهارده في ثقه، النهارده في حتى اللعيب دايما لما يبقى في ثقه ما بيبقاش مهزوز خلاص، بيبقى داخل ما فيش قلق يعني. فالكابتن مجدي دخل وسجل منها الهدف، وده كان هدف رائع سجله يمكن كابتن مجدي عبد الغني. ماتش ايرلندا كان الماتش تاني، وبعد الماتش مدرب ايرلندا فاجئنا بتصريحات كانت قويه شويه عن الطريقه الدفاعيه لمنتخب مصر، هو كان معترض على ايه؟ يعني كان ايه وجه اعتراضه؟ هو بص انا يمكن برضو عشان تبقى عارف، انا يمكن رحت تابعت مباراه روسيا وايرلندا، في ايرلندا برضو رحت يمكن عن طريق برضو كابتن جواري، وكتبت له تقرير عن ايرلندا، قلت لهم الفرقه كويسه جدا، فرقة تتمتع باللياقة بدنية عالية، من الفرق اللي ويل بيلت كلهم، عندهم راس حربة ما شاء الله، كلهم أجسام خيالية، فهيتعبونا في أسلوب لعبهم، لأن أسلوب اللعب بتاعهم غير هولندا غير إنجلترا، كان أسلوب دايما كور طويلة، فكان يحطنا تحت موقف دفاعي بصفة مستمرة، وده اللي حصل. عشان كده المدير الفني يمكن ما عجبوش الطابع الدفاعي اللي لعب بيه منتخب مصر، ولكن النتيجة كانت في حد ذاتها مرضية لمنتخب مصر وجهاز منتخب مصر. الماتش الاخير في المجموعه بنلعب انجلترا، برضو منتخب لا يستهان بيه، وفي الاخر هو وصل سيمي فاينل البطوله. هل منتخب مصر كان داخل يلعب على المكسب، بما ان المكسب هو اللي يقودنا للدور الثاني، واحنا فاكرين كويس حزن اللعيبه بعد الماتش ودموع الكابتن ابراهيم حسن وحضرتك بتهديه والكابتن جوهري، هل الجهاز الفني كان بيعد اللعيبه ان احنا نخش نكسب انجلترا في الماتش؟ طبعا، لان احنا الحمد لله لازم قلتلك تعادلنا مع هولندا، تعادلنا مع ايرلندا، الماتش الاخير ده كان ماتش بيعتبر نهائي بالنسبه لنا، وكنا فعلا عندنا امل كبير، وزي ما قلت لك فرقه انجلترا برده من الفرق كويسه جدا، واحنا لعبنا وضيعنا فرص، لو تفتكر فرصه جمال عبد الحميد يمكن في السكس يارد اللي ضيعها، وحاجات كتير جدا، حتى الجول ما كانش من كره ملعوبه يعني، كان كره رد يمكن من ضربه ثابته، انا فاكر الرد ده راس الحربه من ضربه ثابته، وكان فيها خطا شويه من الدفاع فسجل منه الهدف، ولكن اداء منتخب مصر بصفه عامه في الثلاث مباريات كان اداء كويس الحمد لله. عشان نختم الحديث عن كاس العالم 90، حضرتك مرن بالتصفيات بكل ماتشاتها بكاس العالم بالمعسكر، لو في كواليس معينه ما بتقدرش تنساها لا يمكن ان تغفلها دون ان تذكرها؟ لا، وبص الكواليس دايما يعني، احنا كنا في زي ما قلت لك احنا كنا في دور الدفاع الجوي، الكواليس دايما ان احنا كان في لعيبه فيها التزام، يعني ما فيش نيجي الساعه 11 بالليل كل اللعيبه التلفزيونات بره الاوضه، وكنت امر على لعيبه التلفزيونات بره الاوضه، اللعيبه كانت ملتزمه الالتزام غير عادي. حتى كان مره كابتن شبير كان بيتكلم ان الكلام في التليفونات دي كان بمواعيد، كنا بندي تحت الراجل طبعا المسؤول عن التليفونات تحت، كانت كلها حاجات داخليه، كنا بندي له تعليمات ان الساعه 10-10:30-11 بالكثير قوي ما فيش تليفونات تيجي لاي لعيب في الغرف. خلص كاس العالم 90 وسنين مرت، وحضرتك لسه طبعا في حياتك مع الكابتن جوهري، وصلنا لكاس امم افريقيا 98 بوركينا فاسو، كل الاحاديث والحوارات حتى لما تشوف جرائد مصر كلها في الاهرام الرياضي والاخبار، الناس بتتكلم ان المنتخب ده مش مرشح ان هو يوصل ياخد حاجه حتى في الكوارتر فاينل. حضرتك قلت الناس كانت مرشحه ناخد المركز ال 13 قبل كده، ليه ما كانش مرشح؟ كان جيل جديد طالع، كان في حازم امام وعبد الستار صبري، في كابتن حسام حسن طبعا موجود، في نادر السيد، في هاني رمزي مكمل من الجيل القديم، ليه الناس ما كانتش مرشحه المنتخب ده؟ هو الكابتن جوهر رحمه الله عليه طلع في مؤتمر صحفي قال ان فعلا احنا مرشحين يمكن مراكز اخيره، لان المنتخبات على الساحه الافريقيه كانت قويه جدا في هذه الفتره، بيني وبينك كانت قويه جدا يعني، برده ما تيجي تبص كان في فرق كويسه جدا يعني، برضو ما تيجي ترشحها واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة تلاقي فرق كويسة، والحمد لله بص برضو احنا تركيزنا يمكن واللعيبة وعندها ارادة كويسة جدا، وظروف المعيشة في بوركينا فاسو يمكن ساعدت بعامل كبير جدا ان احنا ناخد البطولة. نزلنا معسكر مش عايز اقول لك، كنا بنسيب البيبان مفتوحة، اللي عايز يخرج يخرج، ما كانش حد يقدر يخرج، ما كانش حد يروح هنا ولا هنا، لان المعيشة كانت صعبة جدا في بوركينا فاسو، بدليل ان احنا يمكن حتى اول ما نزلنا يمكن سيبنا الشنط، والكابتن جواري يمكن رحمه الله عليه قال انا ايه اللي جابني هنا، قلت له يا كابتن احنا هنعيش هنا لان مفيش اوتيلات هنا، مفيش اوتيلات، فهنعيش في المعسكر ده، وعشنا في المعسكر، واللعيبه كانت في قمه التركيز، وقال لهم كل اتنين لعيبه
عيش حياتك وركز في الكوره وركز في هذه البطوله. حضرتك كنت قلت قبل كده ان اللعيبه اول ما نزلت معسكر بوركينا فاسو كانت بتسال على الاكل، هم كانوا خايفين يجوعوا. ما انا بقول لك خدوا ده جريوا على الشنط، احنا كنا بناخد طبعا شنط تغذيه معانا، حاجات بقى المعلبات والحاجات دي. اللعيبه اول ما نزلت يعني تفكيرهم الشغل الشاغل الشنط دي والتغذيه اللي كانت في الشنط، ففعلا جريوا على الشنط، جريوا على الشنط وخدوا الاكل وكله، كل واحد حط في شنطته اللي هو عايزه، ولكن احنا برضو سبناهم براحتهم عشان اللعيبه ما تتضايقش. وبعد كده في اجتماع حصل وانا والكابتن سمير لمينا الحاجات تاني من الشنط من غير اللعيبه ما تعرف يعني. كابتن فتحي مبروك والنادي الاهلي، ليه الكابتن فتحي مبروك هو دايما راجل المواقف الصعبه بس المؤقته وليست الدائمه؟ والله بس انا احترم دايما كره مجلس الاداره، احترم دايما لجنه كوره، اذا كانت لجنه كوره بترشح الكابتن فتحي مبروك لقياده الفرقه في مرحله معينه بحترم جدا هذا القرار، لان هم بيبقوا مسبقا قايلين هتشتغل شهر هتشتغل شهرين هتشتغل اسبوعين وهيجيبوا مدرب اجنبي، وانا برحب بكده لان انا اتربيت في النادي الاهلي وعشق للنادي الاهلي، ودائما في اي بوزيشن للنادي الاهلي انا بقبله. يعني الولايه الاولى كانت بعد رحيل بومفرير وبعد هزيمه قاسيه جدا النادي الاهلي بيخسر الدوري في الجوله الاخيره قدام انبي، حضرتك جيت استلمت الفرقه في ظروف صعبه على الاقل نفسيا وقدتهم للفوز بكاس مصر. هو طبعا انا معاك مهاب، يمكن هي العامل النفسي مهم جدا، ان انا هيئت اللعيبه نفسيا قبل فنيا، هيئت اللعيبه كويس جدا جدا ان النادي الاهلي ما يطلعش من البطولات دي غير ما بيكسب بطوله. فاتمنى ان بطوله كاس مصر ان احنا ناخدها، وخصوصا بعد خساره الدوري العام ان احنا بطوله كاس مصر دي لازم ناخدها. فاللعيبه كانت مهيئه نفسيا كويس جدا، تعاملت برده معاهم باسلوب فني كويس جدا، برده اديت لعيبه ثقه والحمد لله، وقدرت افوز بمنتخب مصر على الاسماعيلي في ضربات الجزاء الترجيحيه. بالرجوع لدوري 2003 ده بومفرير في حوار قريب معانا هنا في الجول كان قال ان كان في ناس تعمدت ان هي تضيع الدوري من النادي الاهلي، حضرتك رايك في التصريح ده؟ لا 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 ما فيش حد يتعمد. اصل النهارده مصلحه اللعيب ايه؟ مصلحه اللعيب النهارده بيتقاضى مكافئات، مصلحه اللعيب النهارده ان انت ممكن تأيده مصلحة. مش من الفريق، طرف خارجي يعني، يعني ناس مسؤوله كانت عمدت ان هي تضيع الدوري من النادي الاهلي. لا 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 أشك في هذا الكلام، لو في مسؤولين استحالة مسؤولين في النادي الأهلي يفكروا في هذا التفكير أبدا أبدا أبدا. هو ضاع منه هو ده شيء تاني مش طبيعي. طبعا حضرتك حققت بطولات كتير مع النادي الأهلي كلاعب، يمكن أول بطولة تحققها كمدرب زي ما قلت حضرتك كانت جاية في ظروف صعبة، كان إحساسها إيه ساعتها؟ البطولة طبعا كأس مصر زي ما قلت لك، ودي كانت بعد يمكن مشوار فقدان طبعا بطولة الدوري العام، ولكن النادي الأهلي في هذه الفترة زي ما قلت لك ركز وقدر ياخد بطولة الكاس، ودي كنت سعيد جدا جدا ان اول مرة اخد بطولة كبيرة مع النادي الاهلي. بيمشي الكابتن فتح مبروك وتمر السنين ويجي الكابتن فتح مبروك مرة تانية ويقود النادي الاهلي للفوز بالدوري في ظروف صعبة جدا ودورة رباعية ودوري مجموعتين وبجيل كله شباب، فاكيد البطولة دي كان لها وقع تاني عند حضرتك وعند جمهور النادي الاهلي، وكان لها اجواء خاصه خصوصا ان انت في الاخر انت بتلعب 3 ماتشات بتصفي في الاخر مع الزمالك وبتروجيت وسموحه. سموحه مظبوط. فيعني احكي لنا حضرتك على اجواء الماتشات دي بالذات خصوصا ماتش الزمالك، حضرتك بتكسب نادي الزمالك وبتلعب لاول مره رمضان صبحي وكريم بامبو اساسيين، يعني كان ايه اجواء الماتش؟ لا كانت الفتره دي صعبه جدا، الفتره دي كانت صعبه جدا زي ما قلت لك، ان انا برده يمكن قدرت من خلال التعامل النفسي ومن خلال التعامل الفني مع اللعيبه ومن خلال ثقه اللعيبه في قيادة فتحي مبروك للفرقة، يمكن برضو لعبت زي ما انت قلت رمضان صبحي وكريم بامبو وكان بعض الناشئين لعبوا، وكانت اللعيبة دي عندها دفع كبير جدا ان تاخد الدوري، وكانت مجموعة صعبة جدا لو تفتكر الزمالك وسموحة وبتروجيت، فالحمد لله قدرت اتخطى هذه الامور، والحمد لله ان انا فزت بهذا الدوري بعد يمكن مشقة كبيرة جدا، وانا كنت يمكن في منتهى القلق في منتهى القلق، واللعيبه كانت قلقانه جدا ان بطوله الدوري ممكن تروح منهم، ولكن اللعيبه كان عندها اصرار في هذه الفتره، اصرار كبير جدا ان تاخد هذه البطوله. الولايه الثالثه والاخيره مع النادي الاهلي في 2017، حضرتك جيت بعد رحيل جريدو والدوري راح من النادي الاهلي، فحضرتك جيت كملت نص الثاني وفزت على نادي الزمالك وكانت امور ماشيه تمام، واعتقد ان المهندس محمود طاهر كان جدد الثقه في حضرتك ان انت مكمل مع الفرقه. مرة واحدة النادي الأهلي بيخسر فاينل كاس مصر من نادي الزمالك وبيخرج من بطولة أفريقيا قدام أورلاندو بايرتس كاس اتحاد أفريقيا الكونفدرالية. إشمعنى الولاية التالتة بالذات دي اللي حصل فيها مشاكل؟ حضرتك كنت في الآخر بتيجي من الباب الكبير بتحقق بطولة وبتمشي لهم سمعوا عليكم تحت أمركم في كل بطولة ليها ظروف، يعني كل بطولة ليها ظروف. أنا فاكر ماتش الزمالك كسبونا 1-0 نتهيألي برضه 2-0 2-0 في بطولة الكاس، وطبعا أورلاندو إحنا خسرنا منه يمكن اللعيبة ما كانتش مركزة قوي، وخصوصا دفاعيا ما كانوش مركزين قوي فخسرنا هذه البطوله،
ولكن في ناس كتير بقى طلعت قالت لك اللعيبه مش عارف ايه بتتامر، واللعيب عمر اللعيب بيتامر على النادي الاهلي استحاله. يعني بقول لك بكررها يعني هل كان في مشاكل بين حضرتك وبين اللعيبه الكبار مثلا؟ استحاله ما حصل استحاله، والحمد لله زي ما قلت لك طلعت الامور، وطلع كلام بقى ان فتح قال اللعيبه اتامرت ومش اتامرت وكلام من ده. انا بعيد عن الكلام ده وبعيد عن اللعيبه. حضرتك فعلا ما ردتش على الكلام ده؟ انا ما ردتش على الكلام ده لان زي ما قلت لك اللعيبه بتبقى بعيده جدا، ده اللعيبه بتبقى حزينه ان بتخسر بطوله، اللعيبه بتخسر خسوب بطوله ويجي يقول لك اللعيبه سؤال وقال وعاد. لا لا لا، ولا انا اتكلمت ولا كان ليا تصريحات ساعتها. انا كل اللي انا عملته ان انا خلاص فضلت السكوت، ان انا ما اتكلمش على هذا الموضوع. حضرتك بتيجي في ولايتين كل فتره فيها اصعب من الثاني، ومش بس يعني بتخلي اللعيبه ترجعها من الفورم، لا انت حضرتك بتحقق بطوله. مفيش مرة سألت اللي هو طب ليه دايما بيكون في الاخر ان انا هو بيجي عشان يحقق بطولة بعد كده نجيب نفكر في الاجنبي؟ ليه دايما بيكون التفكير للادارات في الاولويات الاجنبي مش المصري؟ لا والله انا كنت اتمنى، يعني كنت بتمنى ان انا استمر، ولكن زي ما قلت لك هو بيبقى قرار مجلس اداره وقرار لجنه الكوره، وانا بحترم جدا جدا اذا كان بيقول لك ان فتره معينه خلاص انا بحترم الحته دي، ولكن بيبقى عندك هدف بقى ان انت تاخد بطوله بتحط في السي في بتاعتك، بتبقى حاجه كويسه جدا في السي في بتاعتك. يعني حضرتك احب نجيب مدربين اجانب وفر لهم كل الامور، الراجل زي ما بيقولوا كده اللي بيطلب باب العصفور بنجيبه له. يعني هل ممكن نلجا مثلا ان احنا المدربين المصريين نعمل لهم فتره معاشه مع الناس الاجانب دي، ولا الموضوع مش مستاهل؟ لا الموضوع بص المدرب المصري على فكره يمكن برضو من الحاجات الكويسه جدا المدرب المصري، انا يعني لحد دلوقتي يومنا هذا بتفرج على ماتشات اوروبيه وبستفاد منها مش كمشاهد، انا بحب اتفرج اشوف الفنيات، شوف الفنيات وشوف التكتيك وشوف اسلوب اللعب وشوف التحركات، كل هذه الامور اي مدير فني بيستفاد من الحته دي، وممكن يستفاد من مدير فني اجنبي ليه لا، يعني ممكن يستفاد من مدير فني اجنبي ليقود فرقه مصريه، شوف اسلوب لعب شوف تغييرات، وكل هذه الامور بتبقى حاجه كويسه جدا في حق المدير المصري المدير الفني المصري. ولكن المدير الفني المصري لا، في مدربين اكفاء، في مدربين على الساحه كويسين يعني الحمد لله. طب بالنسبه لمدربين حضرتك، بما انك شايف موضوع رخص المدربين وبما اتاخرنا شويه في الخطوه دي، وده اللي مخلي مثلا ان في بعض المدربين الفنيين دلوقتي قاعدين في مدرجات عشان معهمش رخصه يقودوا بيها الفريق بتاعهم، واحنا ليه اتاخرنا في الخطوه دي؟ يعني ليه المدرب بيقعد سنه واثنين وثلاثه وهو مدير فني من غير ما يفكر هو الرخصه لازم ياخدها؟ طب انا معايا الرخصه. تمام، انا معايا الرخصه ومعايا الرخصه ايه وكله كل اعلى رخصه، مش شرط انا بشتغل دلوقتي ما بشتغلش في التدريب، ولكن اتمنى ان اعود للتدريب فعلا تاني مع الرخصه. في ناس ما خدتش الرخصه دي لان زي ما قلت لك مين اللي النهارده بيعمل اتحاد الكوره، وان النهارده بيعمل الحاجات دي وبيعمل مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي عشان دوري المحترفين، عشان دوري المحترفين، في النهارده بينظم الحته دي اتحاد الكوره يعني المفروض. طبعا على ذكر المدرب المصري والمدرب الاجنبي والكلام ده، حضرتك لو خدت حضرتك لتجربه منتخب مصر ومؤخرا قرارة الكابتن إيهاب جلال وتعيين روي فيتوريا اللي بدأ مسيرته بالفعل مع منتخب مصر، حضرتك ككوتش شايف إن الكابتن إيهاب جلال كان زي ما اتقال في الإعلام أو بعض المديرين فينا كان هو كبش فدا أو تم تضحية بيه، أو فعلا لم يعامل بالشكل اللائق في إدارته الفنية لمنتخب مصر؟ هو لم يعامل بصراحة، يعني برضو خلينا بنتكلم بوقع، لم يعامل بالطريقة الكويسة لمنتخب مصر، وبرضو جه في ظروف صعبة يمكن الأمور كانت صعبة جدا بالنسبة له، طمن الخسارة، وبعد كده يمكن راح لعب مع كوريا في مباراة حبية 4-1، يعني برضو خلت الناس اتهزت شوية وثقت في كابتن إيهاب. فطبعا الأمور كلها أصبحت النهاردة قدام اتحاد الكرة لازم ياخد قرار، لأن الإعلام معلش يعني الإعلام كان ضد إيهاب، الجماهير ضد إيهاب، فلازم النهاردة اتحاد الكرة يقدر يمشي على هذه المسيرة، فخد قرار ب إيهاب جلال. حضرتك لو كنت مكان الكابتن إيهاب جلال أصلا من الأول كان ممكن توافق على القرار ده من فترة منتخب مصر؟ كانت صعبه جدا بعد رحيل كيروش والخروج من خساره كاس امم افريقيا والخروج من كاس العالم، حضرتك شوف كان الفتره دي كانت هي الانسب ان يتواجد فيها مدرب مصري منتخب مصر؟ كان عادي جدا ان انت تتواجد، زي ما قلت لك النهارده شغلك مع المنتخب وشغلك ونتائجك كانت ممكن كانت تديك استمراريه، حتى كانت تديك استمراريه وتديك دعم بالاعلام ومن الجماهير، كانت تديك استمراريه، ولكن النتائج ما ساعدتش الكابتن ايهاب جلال، عشان كده يمكن قلت لك تم الاقاله، وتم الاقاله بطريقه مش ظريفه قوي. طب بالنسبه لذكر كيروش، احنا كنا الراجل جه 3 ماتشات في التصفيات كاس امم افريقيا، صعدنا كاس امم افريقيا ان برضو في ظروف مشابهه، برضو ما حدش كان يامل ان المنتخب ده ممكن يحقق حاجه، مره واحده بنصعد من المجموعه بنكسب المغرب بنكسب الكوتيفوار اتفاق على الكامل صاحبه الارض، وفي الاخر بنخسر قدام السنغال بركات الترجيح. تقييم حضرتك لتجربه كارلوس كيروش مع منتخب مصر؟ لا بص، هو كارلوس كيروش طبعا يمكن كان في استراتيجيه حاططها مع الاتحاد، طبعا
الوصول لنهائيات كاس العالم دي كان الهدف عنده. يعني قال لك البطوله العربيه ما تامنيش، البطوله الافريقيه ما تامنيش، الوصول لكاس العالم ده كان هدف عنده. وانت النهارده باستراتيجيتك مع المدير الفني بتتفق معاه، فهو النهارده اذا خسر من السنغال يمكن برضه كانت خساره، يمكن برضه خرجتنا من كاس العالم، ولكن دائما كان ليه حاجات ايجابيه كويسه، ليه حاجات اختار لعيبه جديده، يمكن كان ليه فكر جديد في كره القدم. ولكن الحمد لله يمكن زي ما قلت لك احنا دايما بنبص بمنظور المدير الفني بستفاد منه، يعني استفدنا منه. النهارده بيجيب النهارده ناس عمر كمال عبد الواحد، يمكن الظهير الايمن، كان في ناس محمد عبد المنعم، في ناس دخلت على الساحه وعلى منتخب مصر ما كانوش لسه الجماهير تعرفهم ولا الاعلام يعرفهم. طب احنا ليه ما صعدناش كاس العالم؟ يعني ايه التفصيله اللي فرقت معانا؟ احنا عملنا ماتش قوي هنا في القاهره، اكتفينا بجول واحد في ماتش العوده، خدنا جول في اول دقيقه ولكن قدرنا نوقف على رجلنا لحد نهايه المباراه، وبرده للاسف ضربات الجزاء ما كانتش مبتسمه لنا زي ما حصل معانا في كاس افريقيا. ايه يعني احنا كتيم ليه مثلا ما قدرناش نحسم الماتشين او ما نوصلش ضربات الجزاء مع السنغال؟ لا هو طبعا المباراه الاولى هنا بتبقى مهمه جدا، المباراه الاولى بيبقى عند اللعيبه دوافع وعند الجماهير والاعلام والجهاز الفني دوافع عاليه، لان انت هتلاعب السنغال وهتلاعب السنغال مباراه ثانيه هناك، ودي اللي هتوصلك كاس عالم، توصلك كاس عالم. يعني زي ما قلت لك لما تيجي تبص على ماتش الجزائر اللي احنا عملناه هناك، اتعادلنا يعني اتعادلنا 0-0 عشان نيجي مع منتخب الجزائر في القاهره نكسب 1-0، بس وصلت كاس عالم ايطاليا 90. فكان المفروض منتخب مصر في هذه المباراه يقدر يكسب 2-3، كان ممكن يقدر يخش يطلع بنتيجه كويسه، نتيجه ايجابيه، ويوصل لكاس العالم. روي فيتوريو والعوده المدرسه البرتغاليه واللي هي مسيطره دلوقتي على الكره المصريه في بعد جوزفالتو فريرا وكان قبليه ريكاردو سواريش مع النادي الاهلي، حضرتك شايف تجربه روي فيتوريو ايه بعد ماتشين وديين لعبوا مع منتخب مصر واكتشافه او يعني استدعاء وجوه جديده للمنتخب زي مثلا اسلام عيسى وفي محمود حماده اللي هو اتكلم عنه ان ليه ما فيش مشروع لتطوير اللعيبه من النوعيه دي، وليه اللعيب فوق عن 28 سنه اول مره بيروح منتخب مصر؟ لا بص يمكن فيتوريا برضه يمكن قعد فتره كبيره على فكره، برضه يمكن ما اتحطش تحت ضغط، يعني هو برضه جه بقى له 3 شهور ونص، النهارده بيتابع مباراته، تابع بالدوري، بيتابع اللعيبه، فاختياره النهارده اللعيبه النهارده وتجربه النايجر وتجربه كانت لايبيريا برضه من التجربات، يعني تقدر تقول ده مستوى رابع، ولكن هو صح، يعني هو صح النهارده في تقييم النهارده لازم امشي النهارده ستيب باي ستيب، ما اخشش النهارده اعمل مباراه مثلا دوليه مع فرقه من الفرق الكبيره، لا واشتغل مع النايجر ولايبيريا، وقدر النهارده يشوف وقدر يشوف اسلوب لعب واللعيبه واختيارات وكل هذه الامور، فاستفاد من فتره ان هو متابع مباراه الدوري، استفاد ايضا من ماتشين لايبيريا والنيجر بوجود عناصر زي ما قلت لك جديده، وجود شغله واسلوب لعبه وتفكيره، هذه الحاجات كلها ايجابيه. وزي ما انت شايف دلوقتي، يعني هو دلوقتي النهارده بقى له 4 شهور تقريبا، النهارده مفيش النهارده لسه ماتش رسمي، ولا في ماتشات رسميه؟ مفيش ماتشات رسميه، ففي ارتياحيه النهارده حتى في نفسيا، هو النهارده بيتعامل النهارده في جو نفسي رائع مع منتخب مصر. بالحديث عن مدربين الجدد في الكره المصريه هنرجع تاني للنادي الاهلي ومارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، امبارح كان بيبتدي مشواره مع الاهلي في الذهاب دور 32 في دور دوري ابطال افريقيا وفاز على اتحاد المانشستيري بهدف، ودي كانت اول تجربه ليه مع النادي الاهلي. حضرتك رؤيتك ايه للنادي يعني دلوقتي تجربه الراجل ده مع النادي الاهلي مستقبلا؟ لا بس دايما المدير الفني الاجنبي يعني زي ما قلت لك النهارده بيستشف الامور، زي ما قلت لك بيلعب بيبتدي برده بماتشات وديه، الحمد لله امبارح النادي الاهلي كسب اتحاد المانشستيري في تونس 1-0 بضربه ثابته محمد عبد المنعم سجل منها الهدف، ولكن اداء النادي الاهلي اداء كويس، يعني اداء النادي الاهلي زي ما قلت لك النادي الاهلي عنده لعيبه فنيا على مستوى عالي جدا، عنده لعيبه خبرات كويسه، عنده لعيبه لعبت في بطولات افريقيه كتيره، فالحمد لله يمكن الامور كويسه بالنسبه للنادي الاهلي في هذه الفتره الحمد لله. بحديث حضرتك ان لعيبه الاهلي هم من الاعلى فنيا في مصر، النادي الاهلي الموسم اللي فات بدا الدوري قوي جدا جدا، فوز على سموحه والزمالك والاسماعيلي كلها بنتائج كبيره، والدور الاول مفنش كويس قوي، النادي الاهلي بيروح كاس عالم للانديه بيأدي اداء رائع، مره واحده في الدور الثاني كيرف في النازل واداء والنتائج ما مشيتش، وسيماني رحل، جه ريكاردو سواريش، النادي الاهلي بيخسر الدوري السنه الثانيه على التوالي، كان ايه السبب؟ لا بص طبعا دائما الرسم البياني او الرسم الفني دائما بيحصل فيه دروب، يعني دروب ممكن توصل للتوب توب فورمانا وتبقى كويس جدا وماشي كويس وبتفوز وبتفوز وتحصل منحنى ينزل دلوقتي، ممكن يبقى فيه خساره، ممكن اي فرقه في العالم على فكره، يعني تعال شوف ليفربول، تعال شوف برشلونه، تعال شوف ريال مدريد، تعال شوف الفرق دي لازم الكيرف الفني بينزل في فتره من الفترات، ودي حاجه في عرف كره القدم وفي علم التدريب لازم يحصل فتره بيحصل فيها دروب سواء في المستوى او في النتائج،
دي كانت النادي الاهلي السنه اللي فاتت يعني اثرت على النتائج واثرت على البطولات اللي خسرها النادي الاهلي. النادي الاهلي تعاقد مع شادي حسين، البرازيلي برونو سافيو، مصطفى ميسي من سيراميكا كليوباترا، واستعادت محمد مغربي من الاحتراف. هل الصفقات دي كافيه حضرتك شايفها كوجهه نظر فنيه كافيه للنادي الاهلي في بدايه السيزون ده ولا هو كان محتاج اكتر؟ والله بص، طالما المدير الفني ومين اللي بيطلب الصفقات؟ المدير الفني اللي بيطلب الصفقات، المدير الفني بيشوف احتياجاته للفرقه. فالصفقات اللي انت قلت عليها دي صفقات تستحق الانضمام للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي فعلا محتاج في بعض المراكز تدعيم، ودي يمكن زي ما قلت لك بتبقى حاجه ايجابيه للفرقه في المستقبل ان شاء الله. ولكن حضرتك شايفها كافيه؟ يعني الاهلي ما كانش محتاج اكتر من كده؟ مش محتاج، لان الاهلي عنده قطاع ناشئين برضو بيطلع لعيبه كويسه، وعنده لعيبه كويسه مميزه، ايضا عنده اللعيبه مقيده في الدرجه الاولى لعيبه كبيره. فالحمد لله، يمكن ما تقدر تقول القائمه الحمد لله مليانه يعني الحمد لله. مانويل جوزي، بيتسو موسيماني، الاثنين حققوا انجازات صعب نسيانها. حضرتك فنيا شايف، يعني مش هقول لك الافضل ومش الافضل، يعني حضرتك كان اللي كان تاثيره اكبر على اداء النادي الاهلي كان مين اكتر؟ لا، ومانويل جوزيه، مانويل جوزيه النهارده خد كام بطوله في النادي الاهلي؟ خلينا برضو واقعيين، مانويل جوزيه النهارده طلع اجيال او جيل رائع، جيل مثل مصر من 2006 لو تفتكر، و2008 و2010 كان فيه 9 لعيبه من النادي الاهلي. فمانويل جوزيه في هذه الفتره كان النادي الاهلي يعني نادي بطولات، بقى نادي بطولات. ايام بتفصلنا عن كاس العالم، ما ينفعش يكون الكابتن فتحي مبروك موجود ما نسالوش شايف البطوله دي هيبقى شكلها عامل ازاي. احنا لاول مره في تاريخ كاس العالم بيتلعب في نص سيزون في الشتاء، الدوريات شغاله وهنريح قبلها باسبوع بعد كده نلعب كاس العالم. هل ده ممكن ياثر على اداء الفني للبطوله؟ وحضرتك متوقع بطوله جامده؟ لا، هي هتبقى بطوله جامده، يعني بطوله جامده، واتمنى طبعا زي ما قلت لك ان تبقى البطوله جامده، لان برضو البطوله بتقام في دوله عربيه، وما شاء الله يعني البنية التحتية هايلة في قطر، والناس كلها مستعدين استعداد كويس جدا جدا لهذه البطولة، والفرق نفسها، الفرق نفسها برضو مجهزة نفسها البطولة دي، لأن هناك في رونق جميل جدا في قطر عشان هذه البطولة. فالبطولة دي هتبقى قوية، حتى لو بغض النظر إذا كانت البطولة تقام في نص موسم، فدي هتبقى أفيد في الناحية الفنية، لعيبة برضو بتبقى في استعداد في مباراة الدوري، مباراة حتى لو عملت معسكرات، حتى لو عملت ماتشات ودية تشين ثلاثة قبل البطولة دي. فأنا شايف إن البطولة ممكن ترتقي لمستوى عالي جدا جدا الفترة دي إن شاء الله. يعني حضرتك شايف ممكن السنة دي ممكن منتخب أفريقي يحقق مفاجأة مثلا، أو يوصل لأدوار متقدمة زي السنغال في 2002 أو غانا في 2010؟ ممكن، وارد، وحسب بقى المجموعات وحسب النتائج، وارد جدا جدا منتخب أفريقي يوصل لدور الأربعة على الكلام ده. أنا أتمنى طبعا وصول أي منتخب أفريقي لكده. منتخب حضرتك ترشحه للقب؟ وما تقدرش ترشح دلوقتي يعني، بس أنا يمكن وجهة نظري برضو شايف الأرجنتين، شايف البرازيل، ممكن الاثنين دول يوصلوا لأدوار متقدمة، يوصلوا للفاينل؟ يوصلوا للفاينل. كابتن فتحي، ما ينفعش تكون حضرتك موجود معانا وتاريخك كلاعب وتاريخك كمدرب وما نستغلش حضرتك في السؤال، اكيد سالته كتير، التشكيل التاريخي لمنتخب مصر، افضل 11 لاعب في تاريخ مصر. لا، وبص، يمكن برضه عشان كل واحد ليه فتره، وكل مدرب يبقى ليه فتره بيشتغل مع فرقه، بيشتغل مع منتخب. فانا بقول لك الفتره اللي انا اشتغلت معاها مع جيل التسعينات وجيل 98، انا دي من احسن الفترات اللي اشتغلتها، ودول يستحقوا فعلا ان انت في كاس عالم 90 توصل لكاس العالم 90 وتستحق كل التقدير، وايضا بطوله بوركينا فاسو 98. يمكن اللعيبه والناس اللي كانت تشكيل والناس اللي كانت حتى صفقه اساسيه معانا، لا، يستحقوا كل التقدير، ودول من احسن اللعيبه. الجيل زي ما قلت لك، جيل 2006 و2008 في منتخب مصر، جيل رائع، جيل رائع برضو يعني هايل يعني. بس حضرتك هتصفصف على 11، حضرتك لعبت ودربت وعصير اصلا، انت مش هقدر ادخل، ممكن انسى حد يعني، ممكن انسى حد ويكون لعيب مميز، عشان كده انا بذكرها بصفه عامه، ان اللعيبه دي فعلا تستحق، يعني اللعيبه دي كلها تستحق الوصول لكاس عالم 90 وبوركينا فاسو 98 وبطوله الامم الافريقيه 2006 و2008. حضرتك في 2020 تم تعيينك في مدير اداره المواهب للنادي الاهلي، تمام؟ حضرتك قبل كده كمان كنت مشرف على قطاع الناشئين في النادي الاهلي. شايف الفتره الجايه النادي الاهلي ممكن يطلع ناشئين زي ما بيقولوا كده، يشيلوا النادي مثلا ناشئين من نوعيه حسام غالي او عماد متعب، ممكن نشوف في الفتره الجايه؟ هو طبعا حسب وجهه نظر المدير الفني، يعني المدير الفني برضه ما بيتابع مباريات الناشئين، والنهارده بيشوف عنصر من العناصر الكويسه او عنصر من العناصر اللي ممكن يبقى ليه مركز في الفرقه، ممكن يكون عنده شورت في مركز معين، ممكن بياخده بصفه احتياطيه، ممكن بيشتركوا في بعض المباريات.
فانا شايف ان قطاع الناشئين عندنا الحمد لله فيه لعيبه مميزه، بدليل زي ما انت قلت يمكن كده المغربي، يمكن المغربي كده بقى له سنتين بره وجابوه في المغربي برضو، عبد المنعم كمان ناشئ، ومحمد عبد المنعم برضو في قطاع الناشئين، في ناس كتير قوي لعبت في قطاع الناشئين، وزياد طارق يعني ناس لعبت في قطاع الناشئين الفتره اللي فاتت مع موسيماني، لعبت واثبتت جدارتها الحمد لله. طب ليه دلوقتي بقى الاتجاه انت برضو بتشتري ناشئين من الخارج؟ يعني زي مؤخرا في عبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس من وادي دجله ولعبت منتخب مصر، طب ما في زمايلهم من الاهلي موجودين معاهم. والله بقى دي بص بترجع لوجهات نظر مدير القطاع، بترجع لوجهات نظر المدير الفني للفرقه في المرحله السنيه، اذا كان لاعب مميز، اذا كان لاعب مميز تقدر تجيبه مفيش مشكله يعني،